وزي ما شفنا كده يعني الحقيقة مجموعة كبيرة من الإنجازات على الأرض وإعادة بناء للدولة كلها وللبنية التحتية، مجموعة منظومة كبيرة من الطرق، أيضا شفنا طبعا التحسن الكبير والطفرة اللي حصلت في مجال الكهرباء، شايفين في كل مجال. ولكن إعادة الإنسان مش بس في الطرق والكباري، ولكن إعادة الإنسان أيضا في الإنسان نفسه، في الثقافة، في الفن. والحقيقة أنه دايما سيادة الرئيس بيتحدث كثيرا عن إعادة بناء الإنسان المصري. ده هيكون موضوع النهاردة واللي هتكلم عنه، وبالتفصيل أكتر هتكلم عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الماضي، الدورة 41. اللي ما يعرفش أنه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أهم 11 مهرجان على مستوى العالم. في عام 1990 تم تصنيفه كثاني أهم مهرجان بعد مهرجان لندن. يمكن قد كان تعرض لبعض الانتكاسات طبعا في الفترات اللي كان فيها فوضى، ولكن يعود مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وبقوة. هذا المهرجان مهم جدا، ليس لمجرد أنه مهرجان، ولكن لأسباب كثيرة جدا تتعلق بوجود مصر الدولي، بقوتنا الناعمة، بدور الفن والثقافة، وبدورنا الرائد في المنطقة. هنتكلم أكتر وبالتفصيل، وضيفنا اللي مشرفنا منورنا النهاردة ونسعد دايما بوجوده الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع. أنا أستاذ محمد، بتنورنا دايما. ببص جدا ببقى معاكم، وإحنا أكتر والله، بتنورنا دايما جميعا يعني. أكيد طبعا مسبيرو بيت الكل أكيد. نتكلم عن المهرجان السنة دي، وحضرتك طبعا تابعت الفعاليات وخصوصا الافتتاح. نتكلم لحد دلوقتي، هو الختام إن شاء الله هيكون يوم الجمعة، ولكن حتى الآن شفت إزاي حفل الافتتاح وفعاليات المهرجان؟ هاخد جملة حضرتك قلتها من شوية على موضوع الطرق، وبأكد عليها بدون مبالغة، إن مصر لم تشهد هذه الطرق من قبل، والمهرجان لم يشهد مثل هذه الدورة من فترة طويلة جدا. على المستوى التنظيم والفن، عشان نبقى بس يعني موضوعيين، على المستوى الفني كان في دورات دايما فيها أفلام جيدة، لكن على مستوى التنظيم ومستوى الترويج ومستوى التأثير وتسهيل مهمة الإعلاميين وحضور النجوم، أعتقد دي من أفضل الدورات من فترة طويلة قوي. المهرجان كان بدأ يتعرض لتراجع بداية من 2005-2006 مع ظهور بعض المهرجانات الخليجية اللي قدرت تجذب عدد كبير جدا من نجوم العرب والمصر حتى والعالم. فطبعا ده أثر جدا، لأنه طبعا المهرجان في النهاية هو يعني حدث فني يحتاج إلى ميزانية كبيرة حتى يجني. طبعا. وعلى فكرة المهرجانات بعد فترة بتجني ثمار، يعني البعض بينظر للأعمال الثقافية على أنها غير هادفة للربح، بالعكس لازم تبقى هادفة للربح، ولكن هو استثمار طويل المدى. السنة دي الدورة 41 هي الدورة الثانية للمنتج السينمائي محمد حفظي رئيسا للمهرجان، واعتقد انها بدأت يعني يتم تجنب اخطاء كثيرة كانت موجودة في الدورات اللي فاتت، وتعويض بعض الثغرات اللي كانت موجودة. فبدأنا نقول ان قدام دورة اكثر اكتمالا، طبعا لازال امامنا كثير يعني، ولكن الحالة اي حد من المواطنين بيسمعنا دلوقتي لو حب يروح الاوبرا اي وقت من 10 الصبح ل 10 بالليل هيشوف لاول مرة، ودي من حاجات اللي يعني معناها تصرف واحد بس اللي اتعمل، هو ان عملوا زي لاندسكيب او عملوا زي منطقة ينفع الناس تستريح فيها وتاكل مأكولات بسيطة وتحجز التذاكر وتقرا النشرة، تعمل كل حاجة في مساحة كبيرة جدا في الاوبرا. ده ما كانش مثلا موجود قبل كده، صحيح، نتيجة عدم التعاون بين جهات معينة، عدم وجود يعني تحضيرات مسبقة بوقت كبير. ده اللي بيأكد على حتة استقرار الإدارة. أنا حسيت إن المهرجان السنة دي استعاد الرونق بتاعه، يعني بقى فيه الرونق اللي كان الحقيقة كان مفقود في الفترة اللي فاتت. أكمل استعادة الرونق. أنا كنا بقالنا سنتين ثلاثة بنقارن مهرجان الجونة وكأن يعني خلاص الوليد هيقضي على الكبير. لا، هو أعتقد كمان إن المهرجان استفاد إيجابا من حاجتين، إن المهرجانات الخليجية اختفت، ما بقتش معمولة، وده بيأكد يعني إيه مصر، يعني استمرارية الحاجة وتراكمها. والمهرجان الجونة لما طلع عمل نوع من المنافسة، وكمان أكد على أنه في حاجة اسمها صناعة مهرجانات. على فكرة دي صناعة يعني إيه؟ يعني في ناس شغلتها أنها تشتغل جوه المهرجانات. ما كان يحدث في دورات سابقة أنها كانت الإدارة مؤقتة، يعني المهرجان مثلا في شهر 11 الناس تبدا تشتغل من شهر 7 لحد شهر 12. لو اتفاجئنا مع ان ميعاد المهرجان معروف، والناس دي بتبقى عندها اشغالات اخرى طول السنه، فطبعا عمره ما هيبقى مركز في خطه طويله الامد، وممكن كل سنه يحصل تغيير. السنه دي اعتقد ان الاداره اكثر ثباتا، ظهور عناصر مساعده لمحمد حفظي يعني وعندها حرفيه وبتروح مهرجانات عالميه، ده ساهم في امور كثيره جدا، تجنب المشاكل اللي في حفل الافتتاح. انا الحقيقه شفت زي بقى المهرجانات اللي احنا متعودين
عليها العالمية نقل المهرجانات، انه بقى دخول النجوم بوقت محدد، كل واحد بياخد وقته على السجادة الحمراء، بيتم تصويره، ما كانش فيه الهرج اللي كان بيحصل في الدورات اللي فاتت. وكان الصحفيين للأسف دورهم ان هم يتصيدوا هذه الاخطاء اللي احنا تعودنا عليها لفترة طويلة. عايز بس اكد على حاجة، هو الفكرة استاذ شيرين فكرة تكاملية، بمعنى ايه؟ ان كان في سجاجيد حمراء كويسة بالنسبة للنجوم اخر سنتين ثلاثة، ايام عزت ابو عوف الله يرحمه وحسين فهمي كان في نجوم بيجوا، بس مثلا يبقى ناقص ان السجادة مساحتها تبقى كبيرة وسامحة بحاجات كتيرة، انه المصورين يكون عددهم مناسب للموضوع مش عدد اكبر. عدم تسرب بعض الفضائيات او المواقع الالكترونيه غير المتصله بالوسط الفني، فكان بيجي الفنان يلاقي 40 كاميرا وكله بينادي عليه بصوت عالي. يعني فكان بيشتت الفنان يوتره، يمكن هو داخل ده مش ان انا ايه ان انا اجيب 40 فنان او 30 فنان بس احطهم قدام 100 كاميرا، لا انا اجيب عدد كبير من الفنانين يدخل في مكان معين العربيه بتجيبه لحد السجاده زي المهرجانات العالميه بالظبط، في باب للفنانين باب لغير الفنانين، فما يحصلش الاختلاط واشياء من هذا القبيل. كان في كمان بدا كمان نشوف الزملاء اللي بيعملوا تقارير ساخره ودمها خفيف مع الفنانين على السجاده الحمراء، واقفين في اماكن معينه، الرعاه بيعملوا دور فعال مش مجرد انه راعي حاطط اسمه بس على المهرجان. شايف ان ده ساهم في عوده النجوم، لان احنا كان في فتره كانت النجوم اختفوا، حتى كنا بنقول ازاي مهرجان من غير نجوم، مش عايزين يعني نكون بنهاجم حد، بس في فتره كان دعوات النجوم بتتسرق، يعني الدعوات كانت بتطلع انا كان بيبقى قدامي واحد ملوش اي صفه وداخل معاه دعوه الفنانه سميره احمد مثلا، وده شفتها بعيني يعني. وده اللي بيفسر انه ساعات بعض الشخصيات غير المرغوب فيها بتقدر توصل للمهرجان، لان هو بيقدر يحصل على دعوه من شخص ما لسه مش حريص على دعوته. فده اللي بيخلي بعض الشخصيات غير المرغوب فيها او الشخصيات اللي هي بلا صفه تبقى موجوده. هو يمكن المره دي حصل بشكل مقنن جدا، يعني بقت حاجه يمكن نادره، حاله نادره. الحاجه الثانيه الصحافه احترمت ده، ما 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 سابتش بقيه الحفله ومسكت فيه. دي نقطه مهمه. اداره المهرجان والناس اللي واقفه فاهمين فقدروا يعملوا حد للموضوع ده. فده كلها حاجات بتساهم في ان يطلع الشكل العام كله جيد، وانه الافتتاح بالذات. احنا ساعات بنقول للجمهور خدوا بالكم يا جماعه المهرجانات مش افتتاح وختام بس، في فعاليات وفي افلام، ولكن كل ما يكون الافتتاح كويس طبعا هو الواجهه بتاعت المهرجان. توزيع كمان الفنانين، يعني انا متوقع ان في الكتاب هنشوف فنانين ما جوش في الافتتاح، الموضوع ما يبقاش عشوائي. احنا كان ساعات نلاقي الدوره اول الافتتاح عباره عن 10 12 فنان، فنقول ماشي، نيجي في الكتاب ما نلاقيش حد، ليه؟ اصل اللي مش واخد جايزه مش جاي مثلا، او مفيش حاجه اسمها كده. انت جاي مهرجان بلدك، انت فنان وجاي مهرجان بلدك، وطالما مفيش مضايقات وطالما في حد بيتابعك وفي عربيه بتاخدك من المكان اللي انت جاي منه لحد المهرجان وترجعك، فانت كفنان خدت برستيجك بالشكل الكامل. في كمان نقطه ثانيه، الستاند اب كوميدي اللي قدمه الفنان خالد الصاوي حفل الافتتاح، كان في اراء مش معاه، لكن وجوده ان يبقى معانا نجم بيطلع يعمل شو على المسرح دي حاجه بتدي للمهرجان بهجه. هو ده تقليد زي الجولدن جلوب وزي الاوسكار وكده، فده طبيعي. ممكن يكون الموضوع بعض الناس شافوا ان الموضوع مش مناسب للمهرجان، او يمكن احنا مش متعودين على الشكل ده في التقديم، احنا متعودين على الشكل الكلاسيكي اللي هو متعودين ننقسم على اي حاجه وننتقد اي حاجه. تخيلي مثلا ان الفقره دي هتعيش مثلا لسنين طويله اكتر من الافتتاح نفسه، لان الافتتاح خلاص اتكرم اتكرم وخلاص. صحيح. فدي حاجات بتبقى في الارشيف بتاع المهرجان. طبعا مش عايزين نغفل ان هذه الدوره يمكن احنا بنشعر بوجع لغياب الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، ولكن حجم الوفاء من اداره المهرجان كلها، والذي تمثل انه الاول مره يكون اسمه على الافيش بتاع المهرجان، وفيلم رزق السينما، في فيلم اسمه رزق السينما مدته 41 دقيقه، عمل الزملاء مصطفى حمدي وعبد الرحمن نصر، كان فيلم وثائقي عنه، وطبعا مزبيرو كان البطل الاساسي طبعا في الفيلم ده. الارشيف الكبير بتاع استاذ يوسف شريف رزق الله كله من مزبيرو طبيعي. استاذه دكتوره دريا شرف الدين كلمت، والاستاذ وحيد حامد اتكلم على نشرات مزبيرو اللي كان بيشتغل فيها استاذ يوسف شريف رزق الله، فاعتقد ده كمان ادى الدوره. استاذ يوسف شريف رزق الله طبعا غير ان هو استاذنا كلنا، هو ربى اجيال كامله وعرفنا ما هي السينما العالميه والسينما الاجنبيه ايام ما كان هو اليوتيوب بتاعنا، ما كانش في انترنت طبعا، لقب يوتيوب الجيل. ده بيدل على حاجه، انه يا جماعه المهرجان القاهره ده مش كل ما كنا نلاقي دور او دورتين او ثلاثه متعسرين نقول لا نوقفه المهرجان ينتهي، هو وقف وقام تاني ورجع تاني، وهي دي مصر. وانا اقسم بالله مش بقول كلام يعني عشوائي، اي مكان او اي حاجه بتعرضت لمشكلات، لو بس حصل تغيير حقيقي للاداره والناس خدت دورها، مهرجان، بطولات الافريقيه، اي حاجه من النشاطات دي، شايفين بطولات الشباب كلها عامله ازاي، نتيجه انه
تم الاستعانه فعلا باهل الكفاءه وليس بس الناس اللي هو اهل الثقه او اي شيء من هذا القبيل. فاعتقد انه محمد حفظ الذي يبلغ اعتقد 40 سنه او كده لو خد فرصه سنه او اثنين او ثلاثه كمان هينقل المهرجان لمنطقه ثانيه بحيث لما تيجي اداره اخرى واكيد لازم يحصل يعني تغيير تبقى بتبني على بقى نظام. وده كان من عيوب المهرجان بصراحه من بعد وفاه سعد الدين وهبه. سعد الدين وهبه مسك المهرجان 13 سنه استاذ حسين فهمي 4 سنين استاذ شريف الشوباشي 3 استاذ عزت 5 6 بعد كده بعد بتاع الله يرحمه سمير فريد سنه على ماجده واصف سنتين او 3 ما بقاش فيه حاجه بتمسك المهرجان ما تقدرش تمسك لا الموضوع لازم يبقى انا بغطي مهرجان برلين على سبيل المثال. الرئيس السنه دي الجديد اللي كان قبل منه ديدر كوسليك ده 10 سنين ورا بعض فتلاقي المهرجان بيصعد كده. طبعا مش معناه لو في حد موجود وبيعمل اخفاقات انه يكمل ولكن لو هو ناجح وجهه نظرك انه لو حد ناجح يكمل عشان هيبقى يكمل عنده منظومه عشان يعمل منظومه اي حد تاني اي حد لكن احنا مثلا ما نمسكش في غلطه ونقول تغيير الاداره طبعا نتيجه المتربصين والناس اللي عايزه تغير او حاجه زي كده. لا الحقيقه هو هم عاملين شغل ومن حقيقة طبعا محمد حفظي ان هو عامل شغل رائع وبعدين حسينا برضو نقدر نقول انه في روح الشباب شويه في المهرجان يعني انه بقى فيه اهتمام بالسينما الجديده يمكن نقدر نقول انه الاجيال دي عندها ابديت اكتر او يعني ابديت بالسينما الجديده. حصل اتفاقيه مع جامعه القاهره فبقى فيه طلاب كتير موجودين بالفعل كلمني عنها يا ريت. احنا اول يوم فوجئنا بالطوابير كويس وكناش متوقعينها بصراحه يعني في تخفيضات للطلبه في كارنيهات للطلبه هو ده كان اللي عرفته ان ده كان موجود طول الوقت بس ما كانش حد بيقول للشباب مش بيعرف الشباب دي تعالى فهو قابل دكتور الخشت رئيس جامعه القاهره وتم تفعيل هذه الاتفاقيه ان انت الطلبه طالب جامعه القاهره تقدر تيجي بالكارنيه بتاخد كارنيه مخفض بحيث انك تقدر تاخد عدد معين من التذاكر. خد بالك ان هو المهرجان ينفع اي حد يروح باي تذكره بس بيدفع ثمنها الاصلي لكن لو انت معاك الكارنيه بتاخدها فري وليك حد اقصى 3 تذاكر غالبا يوميا فده خلى فيه طوابير فسالنا قالوا ده عشان طلبه جامعه القاهره مع طلبه المعاهد الفنيه. قبل كده كان في حاله من الحالات كانه يقام ما حدش يحس بيه صحيح كانه افتتاح وختام بس مفيش تفاصيل اكتر. دلوقتي احنا عندنا معظم الافلام كومبليت حتى اللي في المسرح الكبير مع ان المسرح الكبير يعني في اقبال على الفعاليات اليوميه وعلى الافلام الموجوده طول الوقت بما في ذلك الافلام القصيره. يعني انا كنت بحجز لسينما الجد دي اللي ماسكها صديقي الناقد اندرو محسن افلام قصيره بس المخرجين جدد فما لقيتش بتاعت بكره يعني بحجز لبكره ما لقيتش تذكره القاعه بتشيل 200 250 بس في الاخر برضو هو طبعا في 250 في 300 في كذا فيلم يوسف فيفز الله اتعمل له عرض زياده بناء على طلب الناس وكانت القاعه فيها حوالي 60 70% من الناس. تاني عرض اول عرض ده كان كومبليت فكره السولد اوت والكومبليت في مهرجان القاهره دي حاجه جميله لان ما قعدت فتره مش موجوده وما كانتش موجوده كنا دايما للاسف كان الزحام بس في الافلام المصريه دلوقتي التناقض بقى مفيش افلام مصريه ودي حاجه تحزن كتير لكن في افلام فلسطينيه وسوريه وعربيه. طب احنا هنا لازم نقف اولا هنتكلم عن الافلام الفلسطيني الفيلم الفلسطيني بالتحديد لانه فيلم يعني مهم وسامعين عنه كتير بس انا مش قادره افهم المعادله الصعبه ما بين انه احنا عندنا انتاج سينمائي ضخم وعندنا افلام بتعمل ايرادات بالملايين وما عندناش في افلام في المهرجان يعني ازاي عارفه البدله بتاعت سمير غانم يعني بالظبط هو المهر يعني صناعة مهرجان قد تكون أسهل بكتير من صناعة سينما. يعني ليه؟ صناعة السينما معناها تمويل لأفلام كتيرة قوي ويطلع منها أفلام ينفع تدخل. المهرجان عشان كده لما دول الخليج عملت مهرجانات وما عندهاش سينما كان الموضوع أسهل لأن أنت بتصنع مهرجان هي بتصنع قاعات عرض وبتستقبل أفلام وبتعمل سينما حمرا فيلم من هنا. إن أنت كبلد بقى يبقى عندك إنتاج مناسب طبعا المفروض إحنا عندنا ده لكن أعتقد إنه الثلاث أربع سنين اللي فاتت نتيجة التغيرات ونتيجة تغير مزاج الناس وحاجات من هذا القبيل المجموعة اللي كانت متعودة تعمل أفلام تصلح لمشاركة المهرجانات قلت شوية ممكن يعني اعتقد فده انتج ان الجونه ما كانش فيه ولا فيلم مصري وان الفيلم المصري الوحيد اللي مشارك في المسابقه الرسميه في مهرجان القاهره احكي لي لمريان خولي فيلم تسجيلي وليس روائي. في افلام بتشارك على الهامش احنا السنه اللي فاتت كان في فيلم ليل داخلي وعمل جوائز كويسه وكان في فيلم ورد مسموم يعني كان في فيلمين السنه اللي فاتت واخدين
وواحد منهم هو اللي ترشح للأوسكار. بس أعتقد أن حصل نوع من أنواع التراجع شوية في الإنتاج، أتمنى أنه يكون مؤقت، وأتمنى أنه في الربع الأخير من 2020 اللي هو بيبقى فيه الجونة والقاهرة واسكندرية نلاقي فيه أفلام مصرية مناسبة. يا ريت، وخصوصا أن احنا بقى عندنا إنتاج سينمائي ضخم بتقنيات عالية بس جدا بس تجاري، احنا محتاجين جزء منه. ما هو ما هو الموضوع ده يفضل عارفه زي يعني طول الوقت افلام تجاريه ولا مهرجانات؟ هو المفروض ان اي فيلم ينفع يشوف ينفع الجمهور يشوفه، ولكن مش كل فيلم تجاري ينفع للمهرجانات. هي دي النقطه. ففي افلام حتى فيلم المهرجان ينفع الجمهور يشوفه. طيب نتكلم بقى عن الافلام الموجوده في المهرجان. في يعني مجموعه كبيره من الافلام، ومن الافلام المهمه الموجوده فيلم فلسطيني It Must Be Heaven، او يعني اعتقد انه لابد ان تكون انها تكون الجنه يعني بالترجمه بالمعنى ده. وفي فيلم تونسي كان بيتكلموا عنه، يعني في مجموعه من في مجموعه من الافلام اللي بتوثق للمنطقه العربيه كلها وبتعرض حالات جديده احنا مش متعودين عليها. اهميه وجود الافلام دي واهميه وجود مهرجان القاهره كحاضن للثقافه العربيه. احنا عندنا اول ميزه من مميزات المهرجان اللي لما تبقى الحاله كلها ايجابيه حتى الافلام اللي مستواها اقل الناس بتستقبلها بشكل جيد. بعد تراجع مهرجانات الخليج رجعت تاني القاهرة تبقى قبلة للعديد من الأفلام العربية. فيلم اللي انت اتكلمت عنه شويه، فيلم فلسطيني لإيريا سليمان، كان عامل رد فعل جيد جدا يعني بين الناس. طبعا السوشيال ميديا كمان سهلت ده، والسوشيال ميديا كمان خلت ان في جمهور شباب زي ما انت بتقولي بقى بيعرف ان في مهرجانات فبينزل يشوف يتفاعل وحاجات زي من هذا القبيل. احنا تاني تبقى القاهره هي قبله السينمائيين العرب، ده بيعمل انفتاح، بيعمل صداقات ما بين الجيل الحالي من السينمائيين المصريين والعرب. واعتقد ان احنا لازم نرد ده، بيبقى عندنا افلام تنفع تشارك في مهرجاناتهم برضه. فبشكل عام المشاركه العربيه جيده جدا السنه دي، واعتقد هيبقى في تنافس قوي على مسابقه افضل فيلم عربي. بس خلينا نقول كمان رقم مهم، وان المهرجان فيه 150 فيلم، وده رقم يعتبر كبير نسبيا. نص تقريبا مهرجان برلين وضعف مهرجان الجونه. منهم 35 فيلم ما بين عرض اول وعرض منطقه الشرق الاوسط، عرض عالمي اول وشرق الاوسط. دي من الحاجات اللي احنا يمكن ما كناش بناخد بالنا منها زمان نتيجه قله المهرجانات. دلوقتي المهرجانات زادت، فاللي بيخلي مهرجان قيمته تزيد هو انه يكون الفيلم بيتعرض عنه لاول مره. فاي حد بيسيرش على الفيلم ده بعد كده بيكتشف انه اتعرض لاول مره في القاهره. اي حد عايز مقال نقدي عنه يبقى اتكتب في مهرجان القاهره. كان زمان للاسف في الفتره اللي المهرجان بيتراجع فيها شويه كنا بنكتشف ان بعض الافلام بتعرض تجاريا، وهو يقال ان اللائحه لا تمنع عرض الفيلم يعني مهرجان وتجاري في نفس الوقت. لا يعني لو اتعرض تجاري في بلده كويس مفيش مشكله تعرض في المهرجان، المهم ما يكونش راح مهرجانات اخرى. بس في الاخر بيبقى اسمه شاف. لكن لما يكون اول عرض ليه طبعا واول استقبال للمخرج وللجمهور اعتقد بتختلف. ف 35 فيلم ده رقم كبير، نحيي عليه طبعا اداره المهرجان. طب انا عندي دقيقتين ونص وعندي حوالي 9 اسئله، فهحاول ان انا ادمجهم على قد ما اقدر. وعدى الوقت بسرعه جدا. هل نقدر نقول يا استاذ محمد ان مصر استعادت مكانتها السينمائيه والفنيه؟ واحنا طبعا دلوقتي بنشهد يعني منافسه عنيفه جدا في الانتاجات بقى السينمائيه والمهرجانات والدراما وحتى في الميديا من كل المنطقه، سواء المنطقه العربيه او المناطق المحيطه بينا، الثقافات الاخرى القريبه مننا بتحاول تنافسنا. شايف ان احنا استعدنا مكاننا بعد المنافسه الشرسه؟ اوكي. في عارفه انت ما بتبقي بلد قديمه ومتجزره في الارض، فانت في لحظه بتقولي انا صحيت خلاص كله انا هنا موجود. هو طبعا مع استعاده الوضع الامني في الشارع، الاستقرار الامني ده مهم جدا يا جماعه، وبرده عشان ما نلومش بعض الدورات كان في قلق ساعتها ومظاهرات، فكان طبيعي الناس ما تجيش. وبالمناسبه المهرجان السنه دي مش دافع اي فلوس لاي نجم، ما رضيش يجيب نجوم اجانب بفلوس. ليه؟ لان بيقول انا واثق ان انا بعد شويه النجم هيجي لي ببلاش زي اي مهرجان كبير. مع الاستقرار الامني، مع ان احنا غيرنا الاداره لاداره شابه وقدرت الاداره دي تاخد يعني حقها في الاداره من غير تدخلات، بدا يثمر ده على طول، وده زي ما قلنا ينفع ينطبق على اي حاجه. ينقصنا ايه؟ ان باقي الناس تغير بس شويه. ان مهرجان اسكندريه يغير، مهرجان اسماعيليه يغير، مهرجان اسوان، مهرجان الاقصر. يعني انا طب قول لي عشان برضو انا للاسف الوقت، فهضطر انط لسؤال تاني سريعا. هل احنا بدانا ننافس في مجال المنصات الالكترونيه يا استاذ محمد؟ لان المنصات الالكترونيه بقت يعني انا مش هقول ان هي بدل التلفزيون او الميديا او ولكنها بقى ليها جمهور مميز. بصي هي المنافسه احنا هنا فين بقى؟ المنافسه هنا بيبقى دايما ليها مستويين. اول حاجه ان انا امنع جمهوري انه يروح لمنصات تانية فيبقى بيجي لي انا. وبعدين اكتسب اشد جمهور واكتسب جمهور من بره.
لسه شويه، ممكن سنه او سنتين كمان لو قدرنا ندرس المنصات اللي بره عملت ايه ونحاول نعمله بكثير من الانفتاح على ثقافات وعلى ما يريد الجمهور، ونقدم للجمهور الالكتروني ما يريده، اعتقد ان احنا بدانا وعندنا منصه بتاعتنا وعليها مواد ارشيفيه من التلفزيون عظيمه جدا. ينقص ان احنا خلال سنه سنتين كمان بالكتير نبدا نحط عليها المواد اللي فعلا بعد دراسه الجمهور المشترك يبقى هو عايزها. بعد شويه هنبدا بقى نشوف ان الناس بتوقف اشتراكاتها في المنصات الاخرى وبتيجي عندي حتى لو انا جليت الاشتراك، لانه هو لقى اللي هو عايزه. يعني ممكن يبقى اشتراكنا قليل بس الناس عايزه اكتر. وده ما ننساش ان احنا بدانا في الحته دي شويه متاخر. كان ممكن نبدا من 5 سنين غير من سنه. بس التعويض زي مهرجان الكهرباء بالظبط، مجرد ان انت قدرت تكتسب سمعه ان انت عندك الاعمال الحصريه دي والتي تناسب الجمهور من سن 16 سنه اللي بيبداوا يتفرجوا لحد 40، لان خد بالك الجمهور الاكبر من 40 45 لسه بيتفرج على التلفزيون. طالما خصص رحت للجمهور ده، الناس هتجي لي، مش هتقول لي لا انت انت جيت متاخر، مش حاجه اسمها كده. الناس بتروح للمنتج المصري اول ما بتلاقيه قدامها، وده في اي انتاج مش بس في الانتاج الفني. هو للاسف وقتنا انتهى، بس كلمه اخيره من حضرتك استاذ محمد، شايف الفن عموما والثقافه في مصر بخير؟ مطمن يعني؟ انا شايف انه بخير، بس انا بطلب من النجوم ان هم يتوقفوا عن بعض التصرفات الغريبه على السوشيال ميديا، لان هي بتثير غضب الجمهور. وبقول للجمهور اللي انه يخش في جدال مع الجمهور، او انه يسيب اشاعه تطلع عليه، او انه يبالغ في الاحتفال بعمل لم ينجح. انت عايزهم لو في اشاعه ان هم يردوا عليها، يرد على وفي نقطه طبعا الاشاعات على طول، بس في نقطه ثانيه تلاقي العمل متوسط النجاح والفنان مصمم انه ناجح، فده بيستفز الجمهور وبيخليه يعمل عليه حمله سخريه، وده بقى سهل جدا. فانا بطالب انه الفنانين ياخدوا بالهم من ده، وبقول للجمهور خفوا شويه، يعني ارحموا يعني الفنانين ان هم دول ثروتنا الحقيقيه. فانت حتى لو زعلان من الفنان ما تتفرجش عليه، بس ما تهاجموش. بلاقي الفنان والجمهور دلوقتي في الانستجرام بيكلموا مع بعض، ما ينفعش. هي بيقولوا عليها love and hate relationship، يعني علاقة حب وكراهية. بس زمان ده بيحصل في كلام عادي. السوشيال ميديا خلت ممكن الفنان والجمهور يتحولوا الخبر. ما ينفعش، الفنان لازم يكون في حد بيدير له حساباته، ولازم يكون عارف ده عمل ده نجح يبقى تمام، عمل ده أقل ينزوي كده على جنب لحد ما حاجة ناجحة. ولكن مش كل الموضوع موضوع عند وترند. العند والترند ده عايز حلقات تانية. والسوشيال ميديا نورتنا النهارده الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع في الفن، شكرا جزيلا. نورتنا، ويكون لنا لقاءات تانية ان شاء الله باذن الله، ونتكلم بقى عن الترند والسوشيال ميديا. وبشكر كل حضراتكم، وقتنا انتهى النهارده، تصبحوا على الف خير.